وللمزيد بتنضم لينا دكتوره جيهان فقيه استاذه قانون المعلوماتيه عبر زوم من بيروت. بدايه وبعد التحيه، ما هي اهميه تلك العمليه اللي اعلنت عنها الشرطه الاوروبيه يوروبول بتفكيك اضخم سوق الكتروني للجريمه في العالم؟ صباح الخير، رمضان كريم وكل عام الجميع بخير. لابد بظل تنامي التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع أن الأسواق والمنصات الرقمية اللي شنت تقريبا 17 دولة حملة لإغلاق أكبر سوق لكلمات المرور المسروقة، وهذا تم فجر نهار الثلاثاء ب4/4/2023، واللي هو بيضم عدد هائل من كلمات المرور المسروقة وعناوين الاي بي بروتوكول الانترنت وغيرها من العناوين اللي بتسمى للمتسللين والقراصنة من الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلى البريد الإلكتروني، إلى وسائل الإعلام وغيرها من المنصات مثل الفيسبوك، مثل الأمازون، مثل الإي باي وغيرها من المنصات، وبتيح للأشخاص انتحال شخصيات المتصفحين واستخدام حساباتهم واستغلال بسرقة الحسابات المصرفية والتسوق. والهدف الرئيسي من هذا السوق هو الأموال والمكافآت المالية، لأنه الهدف الأساسي بالانتحال الشخصيات أنه هم بيقدروا ينتحلوا الشخصية، بيقدروا ياخذوا حسابك، وهذا ما يطلق عليه الجرائم الناعمة اللي ما بتحتاج إلى عضلات وما بتحتاج إلى أنه يكون الشخص ملم بمهارات وتقنيات معينة. احنا بنتكلم على الدارك ويب ولا بنتكلم على موقع ممكن الناس العادية توصل له؟ وهل يعني اتقال انه تم القبض على عدد كبير من المشاركين في السوق بعدد من الدول، منها هولندا وبريطانيا والولايات المتحدة، فهل ما زالت العملية مستمرة لحد دلوقتي؟ نعم، العملية مستمرة لأنه في حسابات لحوالي مليوني شخص بالعالم مسروقة حساباتهم وبياناتهم الشخصية. على هذا الموقع بيستعملوا الدارك ويب وبيستعملوا الويب المفتوحة، وبالتالي يمكن لشخص بيمتلك مهارات انه يدخل عليه، والقراصنة والمتسللين بيقدروا يفوتوا ويدخلوا على هذا الموقع ويشتروا هذه الكلمات المرور والبيانات الشخصية لاستخدامها بطلبات فدية والحصول على الأموال من خلال انه هن بيقدروا هذه البيانات ما تكون متاحة للعموم، وبيطلبوا مقابلة فدية مالية معينة مقابل إرجاعها إلى أصحابها. نحن عم نحكي تقريبا ب 17 دولة بالعالم، من الولايات المتحدة الأمريكية FBI والمملكة المتحدة NCA وألمانيا وأستراليا وغيرها من أجهزة مكافحة الجرائم الرقمية بالعالم. الأشخاص بيقدروا يوصلوا له وبيقدروا يحصلوا على بيانات الشخصية اللي هم بحاجة لها، وبالتالي هذا بيساعد على أنه يكون عندنا جرائم رقمية وفوضى رقمية هائلة، خاصة أنه بيانات الشخصية بمعظمها أصبحت مسربة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع، وهذا الأمر بيتيح للمتسللين والقراصنة أنه يستغلونا ويقوموا بانتحال شخصيتنا والدخول إلى حساباتنا المصرفية. بما أنه السوق ده على الدارك ويب فهو غير متاح لعامة الناس، وطبعا ده بيشكل صعوبة على الجهات الأمنية على الإنترنت أن هي تقدر تتتبع الأشخاص وأماكنهم، وبنتكلم على 17 دولة. حضرتك ممكن يعني تشرح لنا أكتر، تشرح للمشاهدين أكتر مدى صعوبة التوصل لأصحاب هذا السوق وصعوبة وقف أعماله بالشكل ده؟
الدارك ويب هي كتير صعبة لأنه لا يمكن ملاحقة أصحابها، ولكن كانت هذه العملية نوعية لأنه قدرت أنه تقضي على أكبر سوق لكلمات المرور المسروقة وللمنصات الرقمية والحسابات الشخصية المسروقة، وبالتالي كانت عملية نوعية وعملية مهمة. ولكن على الرغم من أهميتها، على الرغم القبض على عدد هائل من الأشخاص بمعظم الدول، ولكن لا يمكن الحد من الجريمة الرقمية. نحن عم نحكي عن حسابات ملايين الأشخاص أصبحت مخترقة وأصبحت منتهكة وأصبحت منشورة، وبالتالي على الرغم من نوعية هذه العملية، لكن الصعوبة أنه هؤلاء الأشخاص بيقدروا يرجعوا يفتحوا حسابات تانية، وبيقدروا بيرجعوا يفتحوا مواقع تانية، وطالما هن بيستعملوا الدارك ويب، طالما انه هن محجوبين، وهي دارك ويب هي الانترنت المظلمة، بمعنى انه الاعمال اللي بتصير عليها هي اعمال مشبوهة واعمال غير مشروعة، وبالتالي لا يمكن ملاحقتها بسهولة، خاصة انه نحن عم نحكي عن الجريمة الالكترونية، الجريمة السبرانية، وفي صعوبة كتير كبيرة من تتبع آثاره ومن تتبع المقرصنين والمتسللين إلى حساباتنا، اللي نحن بإرادتنا عم نتيح لهؤلاء الأشخاص إنه يفوتوا على حياتنا، لأنه أصبحنا عم نسبح بتطبيقات هائلة وما عم نطبق نظام الأمان والمصادقة الثنائية على حساباتنا، ونعطي حساباتنا لأي تطبيق موجود، خاصة مؤخرا تشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي اللي كمان عم يتم حظره بعدد كتير كبير من الدول مثل الصين وإيطاليا وغيرها، لأنه عم بيقولوا أنه عم بيسرب بيانات المستخدمين على هذا التطبيق. طيب، بما انه زي ما حضرتك قلتي انه الناس يعني جزء كبير منها ما بيركزش قوي في كلمات السر، ما بيعملش المصادقه الثنائيه، هل ده ممكن يستتبع هذه العمليه اجراءات استثنائيه او فرض شروط على المنصات لفرض المصادقه الثنائيه او لفرض معايير معينه بخصوص كلمات السر؟ نحن أكيد بحاجة لتوعية وبحاجة لوعي رقمي للمستخدمين، وأنا بحب أوجه لكم تحية كتير كبيرة لوسائل الإعلام، وأنتم كإعلام أنه عم تسلطوا الضوء على هذه المواضيع اللي بتضيء على الجانب من التوعية الرقمية، أنه العالم تقدر تكون عندها كلمات سر قوية تقوم بعمل مصادقة ثنائية على حساباتها، وأي لينك أي رابط بيوصلها ما تفتحه وما تعطي أي بيانات شخصية، على الرغم من أنه نحن أي أبليكيشن ما نقدر نفوت عليها إلا لنعطي بياناتنا الشخصية، لكن نحن لازم يكون عنا وعي ولازم يكون عنا تربية رقمية بتساهم أنه نحن نخفف ونحد من هذا النوع من الجرائم الإلكترونية اللي بتستهدف حساباتنا الشخصية وبتستغلها بهذا النوع من الجرائم الناعمة اللي ما بتحتاج لسوى مهارات رقمية قليلة، لأنه حساباتنا عم بيتم استغلالها بمختلف المجالات، والهدف الأكبر منها هو الأموال، وصرنا هلأ نحن اليوم عم نعيش بحرب المعلومات أكثر من حرب يعني ما عم نحتاج دائما إلى أسلحة، عم نحتاج إلى أسلحة رقمية اللي هي بياناتنا الشخصية اللي عم بيتم بيعها، لأنه أكبر المؤسسات والشركات بالعالم العملاقة فيسبوك ميتا وغيرها عم وأنا بضم صوتي لصوت حضرتك بياناتنا. انه لازم فعلا نأمن كلمات سر بشكل اقوى، ما نضايقش من ان احنا نعمل كلمة سر بشكل اكبر او ان احنا نعمل المصادقة الثنائية لتأمين حساباتنا ومعلوماتنا الشخصية. شكرا جزيلا دكتور جيهان فقيه، استاذة قانون المعلوماتية.